والنادي الاهلي توج امبارح بكاس سوبر المصري للمره 13 في تاريخه بعد ما فاز على بيراميدز في النهائي بهدف. وجه جون الاهلي عن طريق ضربه جزاء احرزها علي معلول. طبعا الفريقين امبارح قدموا مباراه كويسه جدا، الكره كانت رايحه جايه، فترات بيراميدز بيسيطر، فترات الاهلي بيسيطر، لكن في النهايه بيراميدز بالفعل كان قريب جدا من مرمى الاهلي. محمد الشناوي كان متالق جدا امبارح، حافظ على شباكه نظيفه خلال احداث المباراه. تفاصيل اكتر عن هذه المباراه وفوز النادي الاهلي بهذه البطوله هنعرفها من ضيفنا في الاستوديو سعيد علي الناقد الرياضي. صباح الخير عليك يا سعيد. صباح النور عليك، اهلا بيك. يا اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك. يا اهلا. في البدايه عايزين نظره منك سريعه كده على احداث المباراه بالامس. يمكن هي كانت مباراه قويه جدا، بتعبر عن افضل فريقين في الكره المصريه في الفتره الاخيره، بتعبر عن اثنين من المدربين الكبار جدا جدا اللي قدموا جيم خططي قوي للغايه، فيها نديه وتكافؤ كبير. يمكن انت اتكلمت عن ان كان بيراميدز في اوقات كتير قريب جدا جدا من الفوز، فكان بالفعل هي مباراه سوبر ما بين فريقين جودتهم عاليه جدا. في النهايه قدر الطرف الاكثر رغبه في الفوز، الاكثر قتاليه على الانتصار، في انه يتوج باستحقاق وبجداره كبيره جدا. النادي الاهلي كان احق بالانتصار، لكن في النهايه زي ما انت قلت هي فعلا مباراه تليق بفكره السوبر المصري. طيب كولر وباتشيكو الاثنين كل واحد فيهم غير طريقه اللعب اكتر من مره خلال المباراه، شايف النقطه دي ازاي؟ وشايف مين، الاهلي ولا بيراميدز اللي استفاد اكتر من الموضوع ده؟ يمكن كان الالتزام الكبير من اللاعبين بتنفيذ افكار المدراء الفنيين من البدايه، والحرص الشديد عند الطرفين ان هو ما يفتحش مساحات وان هو يتقدم بشكل فيه مغامره او مقامره، هو اللي دفع كلاهم طوال المباراه ان هم يبدل ويستبدل عشان بيبحث عن حلول. شفنا النادي الاهلي غير من طريقه تحضيره وخروجه بالكوره في اكتر من مره، ثم عمليه تطوير الهجوم ايضا برضو بدلها في الجزء الاخير من المباراه، ده لان كان بيجد صعوبات كتير جدا في انه يخلق الفرصه او يلاقي المساحه. فبالتالي فكره ان التركيز الكامل من اللاعبين والحرص الشديد عند الاثنين المدربين في اختيار الطرق اللي بيدافعوا من خلالها اكثر من البحث عن الهجوم والبحث عن المغامره، هو اللي ادى لتغيير طرق اللعب بشكل كتير. لكن اقدر اقول ان النادي الاهلي استفاد اكتر، لان مارسيل كولر كان مخطط اكتر افضل من باتشيكو. يمكن باتشيكو رمى كل اوراقه او اقوى لاعبين عنده من البدايه، فبالتالي لما المباراه هربت منه شويه ما عرفش يرجع فيها. لكن كولر كان عنده وعي وكان مأجل الحسم للثلث الاخير من المباراه، عشان كده كان محتفظ بثلاث اوراق مهمه جدا، كهربا يمكن ابرزها، علشان يختم المباراه بشكل كويس. وبالفعل شفنا قد ايه كهربا وحسين الشحات اضافوا كتير جدا لهجوم النادي الاهلي وطوروا من الاداء، وكان الحسم من خلالهم ومن خلال كهربا بالتحديد اللي حصل على ضربه جزاء. طيب وانت بتتكلم عن التغييرات دلوقتي، شايف ان نزول كهربا في هذا التوقيت كان الانسب ولا كان المفروض يبتدي بيه المباراه؟ يمكن من مباراه الرجاء الاخيره في العموم تقدر تقول كهربا افضل انه يلعب، لكن في مباراه الرجاء الاخيره في الاياب في المغرب كهربا كان واضح انه مرهق، واضح انه مش في افضل حاله بدنيه، فبالتالي بالمناسبه كان كده. فبالتالي بشوف انك تاجله للثلث الاخير من المباراه كان السيناريو الانسب، وخاصه انك هتلاقي دفاع المنافس مرهق، هتلاقي المساحات ظهرت اكتر، وده بالفعل السيناريو اللي رسمه كولر ولقاه بالظبط. وعي وذكاء كبير جدا عند كهربا في اختيار المكان واختيار توقيت استقبال التمريره الطوليه، استغل اخطاء دفاعيه من احمد سامي وعلي جبرو. يمكن هي اخطاء مكشوفه للكل من بدري، اي حد يقدر يقول لك ان بطء الاثنين قلبين الدفاع لو لعبت عليهم تقدر تحقق الفرق. انا معاك، هو ذكاء منه ضربه الجزاء دي، ذكاء منه، ذكاء شديد جدا، لكنه في النهايه ما اداش الاداء بالفعل اللي احنا متعودين عليه من كهربا. واحنا شفنا اكتر من كوره كانت بامكانه هو يشوط على طول ويحرز منها هدف. بالزبط. يعني اتردد مره وكره ثانيه اللي هي سندها كان في انانيه برضو في بعض الاوقات. هو مش في افضل حاله بدنيه زي ما قلت لك، بدنيه ولا نفسيه؟ بس لا بدنيه، لا 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 بدنيه. كهربا كان مرهق جدا في ماتش الرجاء الاخير، كان واضح ان هو مش قادر يجري، ما بيطلبش الكره كتير، تم استبداله بدري شويه، فكان واضح انه مرهق. ويمكن انا كنت متابع استعدادات فريق الاهلي قبلها بثلاث اربع ايام، كنت شايف وكان عندي معلومه ان بالفعل ان كهربا بنسبه كبيره جدا مش هيبدا المباراه، لان مفيش جاهزيه كامله بدنيه، وان كولر بيفكر ان هو يدخره للجزء الاخير من المباراه، وده فعلا اللي حصل. انما نفسيا لا، نفسيا كهربا بيعيش اجمل فترات حياته، وهو جدد عقده مع النادي الاهلي قبل المباراه بايام قليله جدا، ازمته محلوله، بيحقق هو الهداف الاول في النادي الاهلي، الراجل رجع منتخب مصر في الفترات الاخيره، فبالتالي هو معنويا بيعيش حاله جيده جدا جدا، وبيجني او بيؤتي ثمارها في الفتره الاخيره.
شايف مين من لعيبه ان كان الاهلي او بيراميدز اللي ما اداش دوره بشكل جيد، او خلينا نسال السؤال بشكل تاني، كان عنده اكتر يقدمه؟ خلينا اقول خط هجوم بيراميدز بالكامل، هجوم بيراميدز بالكامل كلهم لعيبه بيمتلكوا مقاومات عاليه جدا، يعني ابراهيم عادل ورمضان صبحي ولقاي. خط الدفاع كان قوي جدا. لا خط الدفاع يعني هو كان بيقدم مباراه جيده، لكن برضو عنده نفس الاخطاء اللي هو بطء. هم معروف علي جبر واحمد سامي عندهم بطء شديد جدا، فان انت تلعب وراهم في المساحه الاهلي اتاخر فيها كتير. لما كهربا نزل كشفهم، كشف الثغره دي وكشف العيب ده واستغل ده. لكن انا ليه بقول هجوم بيراميدز؟ لان هجوم بيراميدز احنا بنتكلم عن ابراهيم عادل ورمضان صبحي، ربما هما الاثنين الافضل في مراكزهم في مصر، يعني كاسماء وكقيمه وكامكانيات هم الافضل، وهم القيمه التسويقيه الاعلى في المراكز دي في الكره المصريه، ومع ذلك ما بيقدموش المردود المنتظر منهم. يقدروا يستحوذوا ويقدروا يتحكموا في الريتم ويقدروا يديك كل الانطباع اللي يخليك تحس انهم الطرف الافضل، لكن في النهايه بلا اي فعاليه او جدوى. انت فين قدرتك على المرمى؟ انت فين انتاجك؟ طيب ليه بترجع ده ليه؟ لان الشغل على الجانب ده قليل، التطور في الحته دي محدود جدا جدا. الفطره ايضا في جانب الانهاء والفينش بيبقى جزء منه فطري وموهبه زي عند كهربا، وجزء منه انت بتشتغل عليه. فيا رمضان صبحي من بدري قوي كان بيعاني في النقطه دي، مع رينيه فايلر في النادي الاهلي عالجها بشكل كبير وبدا يقربه اكتر من المرمى وبدا يشتغل على الانهاء. انما في بيراميدز مع فقدان الثقه في نفسه ومع حاله الارتباك اللي بيصاب بيها في كل مره يلاقي نفسه بيواجه فيها النادي الاهلي وبيبقى محاصر بجمهور النادي الاهلي، بنشوف نسخه ارضى من رمضان صبحي ونسخه اسوا من النسخه المعتاده بتاعته. فبالتالي هجوم بيراميدز كان مفتقد ان هو فكره ابراهيم عادل كمان. ابراهيم عادل لعيب ممتاز على فكره جدا جدا، وكان في تقارير كتيره جدا بتتكلم عنه الفتره. وبالمناسبه خروج ابراهيم عادل كان ازمه، يعني خروج ابراهيم عادل خلق ازمه عند بيراميدز خاصه في الجوانب الدفاعيه، لانه كان ملتزم جدا بالعوده طوال الوقت وكان بيعمل الكثافه العدديه في نص الملعب، وهجوميا كان بيعمل التحول بشكل كويس جدا، هو بياخد كرة وبيطلع وبيعمل المراوغه ويكسب واحد على واحد، عملها اكتر من مره كان كويس جدا فيها. لكن ما زلت برده بقرر واقول انتاجهم فعاليتهم على المرمى قليله، يمكن ابراهيم عادل اعلى من رمضان صبحي فيها، ابراهيم عادل اعلى من رمضان صبحي بكتير في فكره الانهاء. لكن لو مهاجمين بيراميدز عندهم القدره على الانهاء اعتقد ان كان يقدروا ينهوا من الشوط الاول او من بدري شويه. فخر لقاي في اكتر من فرصه كانت سهله شويه قدام المرمى كان المفروض يبقى فينش افضل. لكن خلينا نرجع برضو الفضل والسبب لتالق محمد الشناوي اللي قدم مباراه يوم مش عادي، يعني يوم من الايام كده لما تيجي بعد اعتزال محمد الشناوي تفتكر له اربع خمس مباريات دي واحده منهم هتبقى في المقدمه، لان قدم مباراه مثاليه. صحيح. يعني ما قدمهاش من زمان قوي. ونقدر نقول ان ينسب الفضل ليه اولا قبل كل لعيب الاهلي في تحقيق هذه البطوله. دايما مباراه الاهلي وبيراميدز معروفه ان هي بتبقى مباراه حماسيه قوي، واحنا شفنا في بدايه الماتش كان ماشي كويس جدا وكان فيه التحامات وكان فيه قوه. صحيح. لكن ما كانش فيه انفعالات زايده، مجرد ما جه الهدف بدانا نشوف انفعالات زايده من الطرفين. الحقيقه التنافسيه الشديده ما بين الاهلي وبيراميدز تخليك تتوقع سلوكيات زي دي. ربما كان في انفعالات مبالغ فيها بعض الشيء، لكنها وارده في 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 مباريات فيها الشده دي، خاصه ان الفريقين مضغوطين قوي في الفتره الاخيره. بيراميدز مضغوط معنويا بسبب الهزايم المتتاليه اللي تعرض ليها وخروجه من الكونفدراليه الافريقيه وخسارته نهائي كاس مصر واتجاهات الاداره لتخفيض رواتب اللاعبين واتجاهات الاداره لبيع بعض اللاعبين، كل هذه العوامل مخليه اللعيبه مضغوطه في بيراميدز. وكذلك لعيب النادي الاهلي يعني محمد الشناوي في الفترات الاخيره مستواه تراجع، فاصبح عليه ضغوط بكونه القائد، كونه حارس مصر الاول وحارس المنتخب المصري، فهو شاعر بانه عليه ضغوط كتيره جدا ومسؤوليته تجاه زمايله كقائد للفريق، واكتر من لاعب برضه بيعيشوا حاله الضغط ديت في ظل التنافسيه الشديده في كل البطولات. فاعتقد انه كان متوقع، خاصه في يعني وانت محاصر بهذا الكم من الجمهور والهتافات، فربما ده بيشعل الحماسه اكتر. لكن انا متاكد ان في لعيبه من اللي تشابكت في مباراه الامس لما يقعدوا يشوفوا نفسهم من تاني هيزعلوا من نفسهم وهيتضايقوا، لانهم حتى الموقف بسيط بتاع شيء مش مستاهل العصبيه، لان هم سلوكياتهم عاليه جدا جدا، وهم ناس يعني قادرين يبقوا يتحملوا مسؤوليتهم كشخصيات عامه وكلاعبين مؤثرين. انما دي بتحصل في اوقات كتير. انا عايز اقول ان الشيبي للامانه يعني بدون تحامل هو من بدايه المباراه منفعل جدا. وليه منفعل جدا؟ يعني ممكن ربما هو بيشوف ان مباراه الاهلي هي المباراه او الواجهه اللي بيقدر يقدم سلعته وبضاعته سواء للاهلي او للزمالك او للخليج او فهو كان منفعل زياده، وهو يمكن عشان موسمه الاول هنا في الكره المصريه فبيستغل مناسبه زي دي عشان بيعرض بضاعته بشكل اكبر، لكن ده خلاه دايما في خناقات في شد وجذب،
فده اللي خلف تراكمات عند لعيبه الاهلي، فلما حصل الاشتباك كان في انفجار. يعني اتمنى زي ما انت قلت لما يرجعوا يشوفوا الموقف ده تاني يتفرجوا عليه، يعني زي ما انت قلت اكيد هيراجعوا نفسهم. صحيح لانه أكيد. تاني احنا بنقول احنا في الاخر بنمثل مصر، كان بيراميدز او الاهلي، احنا بنمثل مصر، فهم شخصيات عامه بشكل عام، فما ينفعش يعني. بالظبط. وفي طفره حاصله مخليه شكلنا افضل، يعني احنا بعيدا عن الاهلي والزمالك كان من الصعب ان انت تلاقي فرقه تعمل مع الاهلي هذا التكافؤ وهذه النديه الشديده. صحيح. اللي هو الماتش رايح طول الوقت و120 دقيقه في شهر واحد في نهائي الكاس وفي نهائي وفي مباراه السوبر، فدي النديه كانت غايبه عن الكره المصريه. الماتش كانت فنياته عاليه في البدايه. بالظبط. كانت عاليه جدا، وانت في اي وقت ما تعرفش مين الطرف اللي عنده المبادره، مين الطرف اللي عنده الافضليه، مين الطرف اللي قادر يسجل، الاثنين في اي وقت يقدروا يعملوا ده. وفي شغل خططي عالي قوي زي ما انت قلت في البدايه يا استاذه، تغييرات حصلت في الشكل الخططي كتيره جدا. ليه؟ لان في جيم صعب، في اتنين كوتش واقفين على الخط بيعملوا شغل مهم جدا جدا، فاحنا حقيقي يعني احنا نتفاخر بان احنا عندنا الشغل ده والجوده دي في مباراه الامس. يعني ده شيء تبني عليه وده شيء تشتغل عليه، بعيدا بقى عن كتير من المباريات اللي احنا بنشوف فيها العشوائيه، ما بنشوفش فيها التكتيك، بنشوف فيها الارتجاليه، بنشوف فيها الاعتماد على الفرديات، لكن لا احنا كنا قدام جيم يدرس، جيم تستفيد منه، فدي حقيقي حاجه احنا نتفاخر بيها ونبني عليها ونشتغل عليها. والجوانب السلبيه زي ما انت اتكلمت عنها دي نعالجها ونبص عليها بشكل ايجابي. طيب سعيد، انت قلت حاجه مهمه وانت بتتكلم، قلت ان احنا عندنا اساس نقدر نبني عليه. شايف انه ان كان كولر او باتشيكو ايه المفروض يبنوا عليه؟ احنا عارفين الاهلي عنده ازمه في الهجوم. تمام. او مهاجمين، وكنا برضو بنتكلم انه باتشيكو عنده كمان ازمه. تمام. ايه المفروض الاثنين يبنوا، ايه الحاجه المفروض يشتغلوا عليها الفتره الجايه عشان نبني على الشغل اللي حاصل؟ اولا احنا محتاجين عند ادارات الاهلي وبيراميدز العمل حول المشروع، بلاش المحاسبه قطعه بالقطعه. يعني انا بقول من دلوقتي مارسيل كولر فاز بدوري ابطال افريقيا او لم يفز بدوري ابطال افريقيا، هو راجل قدم براهين ودلائل على انه صاحب فكر خططي عالي جدا. فيجب دعمه باي ظرف، يعني تحت اي ظرف من الظروف ومع اي نتيجه، لازم تدعم مشروعه ولازم تمده بالنواقص. نادي الاهلي لما نتكلم عن نواقص فنيه عنده نواقص كتير، النتائج الجيده دي وراءها الفكر الخططي. انما لا، في مراكز كتير واقعه، في اماكن كتير فيها مشاكل. النادي الاهلي محتاج مهاجم، النادي الاهلي وقال على فكره من فتره. صحيح. ورجع امبارح قال بعد ما جربت قال لك اللعيبه، يعني هو بيرفع من معنويات لعيبته. لكن ده لا يخفي ان الاهلي عنده نواقص، الاهلي محتاج المهاجم، الاهلي لسه محتاج جناح سوبر، لعيب بيعرف يعمل فرق كبير، الاهلي لا يمتلك في مركز الجناحين غير حسين الشحات فقط، وحسين الشحات 33 سنه يعني لاعب كبير مش صغير، فبالتالي الاهلي لسه محتاج. وفي اماكن ثانيه لو عندنا فرصه ثانيه كنا نشرح بشكل اكثر تفصيلا، الاهلي لسه محتاج. لكن الاهم ان الاداره تؤمن بالمشروع ده، باهميه المشروع، لان احنا طول الوقت بيتس وموسيماني حقق 2 دوري ابطال افريقيا، لكن كان عنده مشاكل ان هو بيتحاسب ان انت بتخسر فانت سيء، انت كسبت يبقى انت كويس. صحيح. لكن فين التخطيط الاستراتيجي؟ صحيح. هو اللي غايب عندنا في اخر 5 سنين في الكوره المصريه، في كل مكان، اهلي، زمالك، بيراميدز، اتحاد كوره، في كل حته مفيش فكر استراتيجي، مفيش تخطيط. حسب كل مباراه، يا اما حسب مباراه تطلع بالمدرب واللعيبه السما، السوشيال ميديا عاليه فيه، او تنزلهم سابع ارض. بالظبط. السوشيال ميديا عاليه في انهي اتجاه، فاحنا بنروح وراها وبنرضخ ليها وهي اللي بتحكمنا وبتقودنا. لكن لو ما كانش النادي الاهلي اولا بنجاحاته الحاليه وانتصاراته المتتاليه وبقوته وبشعبيته وبامكانياته الماليه قادر على ان هو يتبنى المشروع ويدعمه ويواجه اي تحديات، فمفيش امل في حد تاني. يعني لو فريق بهذه الملكات والامكانيات والثوابت دي مش قادر يبني مشروع وهيرضخ للضغوط الجماهيريه والاعلاميه والسوشيال، يبقى خلاص عليه العوض. هو دايما احنا بنقول للنادي الاهلي نقطه الانطلاق لانه المؤسسه الرياضيه الاقوى في مصر، دايما هي بتبقى بدايه الانطلاق، وبتستند في ده لجماهيريتها الكبيره والعريضه جدا جدا اللي بتنجح اي مشروع. فاتمنى من النادي الاهلي ان الفتره اللي جايه يكون شغله شاغل على المشروع. مش معنى ان انا النهارده فزت بدوري ابطال افريقيا فخلاص احنا نلم الدنيا مع كولر صفقه او صفقتين وشوف احسن الوحشين ونجيبه. ازاي؟ الاهلي في السنين الاخيره دايما بيدور على احسن لعيبه في الدوري المصري وهاتها، رغم ان جودتهم قليله، ورغم ان النادي الاهلي قادر يجيب صفقات محترفين قوية جدا كانت تبدل حال وشكل الفريق. يعني مثلا عدد من اللعيبة اللي النادي الاهلي فشل في ضمها، يوسف بليلي، سفيان رحيمي، محمد بن رمضان الترجي التونسي، في اكتر من عنصر لو دخل النادي الاهلي
في اخر سنتين ما كانش الاهلي حصل له التذبذب. هو ليه الاهلي شويه فوق وشويه تحت؟ ده التذبذب. طيب اللي انت بتقول ناشئين الاهلي، لا ناشئين الاهلي دي قصه ثانيه كبيره. ناشئين الاهلي دي قصه ثانيه كبيره. انت بتتكلم على ان احنا مفتقدين لفكره التخطيط على المستوى اللي فوق اللي هو متشاف اللي هو انت بتتحاسب عليه، فما بالك في الحته المتغميه. الحته المتغميه اول ما تدخل فيها هتلاقي 7-8 اولاد لاعبين سابقين، وهتلاقي تعيين لاعبين مش عارف، هتلاقي قصص كتير قوي. ده موضوع كبير. موضوع كبير بلاش ندخله دلوقتي. طيب طيب عظيم. احنا بنتكلم على المباراه بيراميدز، يعني خلينا نقول انهار بدنيا بعد دقيقه 60 تقريبا، بيجي له لحظات كده استفاقه سريعه كده، يا دوب هجمه او هجمتين ويرجع تاني. سبب الانهيار البدني ده كان ايه؟ اولا بيراميدز عائد من رحله في جنوب افريقيا، رحله شاقه جدا جدا جدا. السفر في وقت ضيق مرتين الى من والى جنوب افريقيا ثم الى الامارات، ده كان له اثر على لعيبه بيراميدز. كمان هم قدموا مباراه في اياب الكونفدراليه الافريقيه، كانت مباراه صعبه جدا جدا وبذلوا فيها جهد كبير بدني، فكان متوقع ان بيراميدز في الجزء الاخير من المباراه انه يتراجع بدنيا. وده اللي خلى كولر زي ما احنا قلنا احتفظ باوراقه ويحسب او يؤخذ على باتشيكو انه رغم ان عارف ان فريقه مرهقه وعارف ان فريقه هيواجه في الثلث الاخير من المباراه مشاكل، ما احتفظش ببعض الاوراق. يعني انا كنت اظن ان ابراهيم عادل، تاجيل ورقه ابراهيم عادل لنهايه المباراه كانت تلعب دور مهم جدا جدا في الاوقات اللي ظهرت فيها المساحات واللي كانت بتحصل فيها او اللي بيراميدز ضغط فيها بشكل قوي وهاجم بكثافه كبيره، كان وجود ابراهيم عادل يفرق كتير جدا. عشان كده انا بقول في النهايه انتصر المدرب اللي خطط افضل، انتصرت اللعيبه اللي قاتلت على الكوره اكتر، انتصر اللاعب الاذكى امام المرمى، فبالتالي هي كانت مباراه نتيجتها ومردودها في النهايه للطرف الاحق، بخلاف اللي قاله باتشيكو في المؤتمر الحقيقه واللي بختلف معاه جدا بعد المباراه لما قال ان يعني اتهم التحكيم بمجامله الاهلي، وده طبعا يعني محاوله للهروب من فشل، لانه بتخرج من بطوله ورا الثانيه ورا الثانيه، فانت بتحاول تلعب على وتر معين. مع ان عنده حجته كمان بالمناسبه، يعني اتبلغ متاخر ان هو هيشارك فما لحقش يستعد، فعنده يعني عنده حجته. مفيش مشاكل، بس انت يعني بس احنا خلينا نقول، هل انت باتشيكو عملت شغلك الخططي بشكل سليم 100%؟ هل لعيبتك قامت بادوارها كامله بشكل سليم؟ هل علي جبر واحمد سامي دفعوا قتله قدام مرماهم زي ما حمدي فتحي بيرمي روحه قدام وليد الكارتي على الست يارد عشان الكوره ما تدخلش هدف؟ هل احمد الشناوي عندك زي محمد الشناوي في تصدياته؟ هتلاقي عندك مشاكل في طريقه اعدادك انت، في خطتك، في طريقه اداء لاعبيك. اولا هي في النهايه اللي قادت ده. وخليني اقول لك ان لو الاهلي ما سجلش من ركله الجزاء الاهلي كان هيسجل، الاهلي كان كده كده هيسجل، كان مجرد وقت وهيسجل، فبالتالي الاهلي فوزه بالسوبر عن جداره واستحقاق. يعني على اي حال احنا بنتمنى التوفيق طبعا لكل الانديه المصريه، ونتمنى ان احنا يكون عندنا نديه بين كل الانديه، لان ده بيقوي شكل الكره المصريه بشكل عام. انا بشكرك جزيل الشكر طبعا ناقد رياضي سعيد علي، نورتنا بصباح الخير. شكرا ليك. شكرا ليك.